يا فندم. اهلا يا منى، ازيك؟ الحمد لله تمام. ممكن بس اسال سؤال طويل شويه؟ معلش. طب اتفضلي. هو انا مامتي وبابايا منفصلين من زمان، فكنت قاعده مع جدتي ام وبابايا، ففي واحده قريبتنا كان عندها مشكله في الخلفه، كانت كل شويه لما بتحمل البيبي بينزل كده، فراحت لشيخ فقال لها لا، في حد عندنا في البلد لازم في حاجه اسمها مشاهره والكلام ده، فقال لها على حاجات كده تعملها، فجت قالت لي انتي السبب، وفضلت تقول كذا حاجه كده، فالمهم خدتنا عندها البيت، وهيك ذنب في رقبتك وكده، وخدتنا عندها في البيت وعملنا حاجه كده اسمها عروسه، وعدينا عليها احنا الاثنين، ما كانش معايا حد، الا كان جدتي كانت كبيره في السن، ومامتي طبعا مش معايا عشان منفصله، فقالت لي ذنب في رقبتك، فما قدرتش اقول لها حاجه، بس فعملت عروسه كده وعدينا عليها احنا الاثنين، واللي عرفته بعد كده ان هي العروسه دي قعدت معاها 3 جمعة، هي اللي بتعدي عليها، وبعدين انا مشيت، وفي حاجات عملتها بعد انا ما مشيت، بس ما اعرفش هي ايه اللي عملتها. فمن ساعتها لما رحت للشيخ، عشان انا لحد دلوقتي ما اتجوزتش، الموضوع ده بقى له 15 سنه لحد دلوقتي ما اتجوزتش، وكل ما يحصل خطوبه ما يحصلش نصيب. فرحت للشيخ قال لي، حكيت له الموقف ده، قال لي عملت لك حاجه اسمها رب سحر كده ان انت ما تتجوزيش، عشان هي تقدر تخلف، عشان ما تطلبيش منها ان تعمل لك نفس العمل ده تاني، لان كان المفروض ان هي تعمله لما اجي اتجوز واجي اخلف، بس هي في الحقيقه عملت لي ان انا ما اتجوزش خالص، عشان ما اجيش اطلب منها الحاجه انت دي. عندك كام سنة؟ انا عندي دلوقتي 33، والموضوع ده من 15 سنه، وانا الحمد لله شكلي مقبول، والناس كلها حباني، ما فيش اي عيوب خالص، ده الناس بتستغرب ان انا ما بس في بيحصلليش كتير ما نصيب. اتجوزوش وعندهم 33 و35 بس ومش معمل لهم ربط ولا حاجة. انا باجي قبل الجواز بشهر وبثق الخطوبه، مع اني ببقى مقتنعه وكل حاجه، وخصوصا ان ظروفي دي كانت يعني تخليني ان انا اتجوز في اقرب وقت، ان انا عايشه مع اخويا، ما كانش اللي هو كنت عايزه يعني اخلص من حياته طيب خالص. سؤالي، بس سؤالك ايه يا منى؟ انا كنت عايزه بس اعرف بالتفصيل المفروض اعمل ايه، لان انا مش عايزه اروح لاي حد يضحك عليا، يعني حد شايف يعني حد والست رجاله دي والكلام ايه ده. علاقتك بيها بقى دلوقتي؟ لا ده انا سبت البلد من زمان وعايشه دلوقتي في القاهره. وهي خلفت ولا مخلفتش؟ اه خلفت. ماشي يا منى، مش معقول كمية دجل في حياتنا خرم الأذون، كمية دجل وشعوذة وحاجات بيعملوها خرم الأذون. يا جماعة روحوا اتفرجوا على التلفزيون، احكوا، اقروا كتاب، ايه اللي انتوا يعني ايه الحياة كلها بيعدوا على حاجات وبيرشوا حاجات وبيعملوا ايه ده؟ طب دار كل هذا كلام من الدجل والخرافات التي لا اصل لها في الشرع ولا في الدين، ولا ما فيش حاجه اسمها مشاهره وواحده دخلت على واحده هي والده، ولا واحده ومش عارف وهي حائض، ولا واحده وهي مش لا عارف وحسستها بالذنب مش عارف وبتندقت ايه. وراحت عدت معاها على يبدو ان الاخت الكريمه منى يعني ساذجه طيبه، كانت يعني على صغيرة حد بقى، ما هو من 15 سنة. يعني كان عندها 13 سنه ولا بتاع، فمش لا فاهمه حاجه يعني. 15. اما 33 والكلام ده من 15 سنه، يبقى 18 سنه يعني كبيره، يعني المفروض ان هي يعني ده نوع من انواع الطيبه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ان الوضع اللي انت فيه لا علاقه له بهذه القصه خالص، شيل الموضوع من دماغك نهائي خالص، والاعمال ولا عملت لك ولا ربطت لك ولا شيل الكلام ده خالص من دماغك. انا هقول لك على نصيحه اعمليها وامشي عليها. انا عايزك كل يوم تقري سوره البقره، كل يوم يوميا تقري سوره البقره. النبي عليه الصلاه والسلام قال فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله، يعني حتى لو افترضنا ان هي كانت عامله حاجات وقلنا ان الكلام ده حصل والكلام ده كله لا يستطيعها البطله. قال العلماء في تفسير معنى البطله اي السحره. انا عايز اقول لك بقى ايه رايك، اقري كل يوم سوره البقره باستمرار. طيب جالك عريس وتقدم لك الخطبه، زودي على سوره البقره سوره ياسين، لان ياسين دي ما قرات له، فخلي ياسين بنيه ان ربنا يالف بين قلبك وقلبه، وان ربنا يتمم لك هذا الزواج بخير. وفي نفس الوقت لما يجي لنا بقى عريس بلاش نشعره ان احنا مدلوقين عليه جامد، وان احنا الراجل ده لو مشي خلاص مش هنتجوز في حياتنا، ونفضل بقى نوافق له على كل الطلبات اللي بيطلبها. لا عادي، اتعاملي عادي بمنتهى القوه، هتلاقي الامور هو بيتمسك بيكي اكتر. لكن احنا لو وافقنا موافقين 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 انما ما موافقين تروحش موافقين، لحد لا يفك لا لا لها لا لا لا، الربط. لو راحت لحد بقى يبقى هنخش في دجل، وهنخش بقى في سحر، وهنخش في حاجات مش مظبوطه، ودي سكه مش مظبوطه. والشيخ اللي قال لك كده مخطئ فيما ذهب اليه وفيما قال، هذا كلام لا اصل له في الدين. هيقول لك اصل عملت لك واصل ربطتك واصل سوتك، كل ده كلام فاضي عشان استنزاف اما مادي او استنزاف من نوع اخر. فانا مش عايزك تروحي في السكه دي خالص يا منى، عايزك تركزي في سوره البقره كل يوم، ولما يجي لك عريس زودي على سوره البقره سوره ياسين، وشوفي ايه اللي هيحصل. هتتجوز شهرين ثلاثه وهتلاقيكي بتكلميني انك حامل كمان. يلا طيب مشاركة حلوة يا